الجمال الحقيقي للمغرب، برنامج يأخذكم في رحلة إلى مملكة الجمال ويحكي لكم منظر الطبيعة المغربية الخلابة في مناطق عدة. الجمال الحقيقي للمغرب، برنامج يأخذكم في رحلة إلى مملكة الجمال ويحكي لكم منظر الطبيعة المغربية الخلابة في مناطق عدة. في حلقة اليوم نرحب بكم في منطقة بالويدان، تحفة الأطلس المتوسط، منبع الألوان وملتقى الجبل والغابة، وحيث تبدأ قصة الماء.
في الحلقة القادمة سنغير الوجهة نحو منطقة أخرى، فانتظرونا. وبهذا قد أنهينا حلقة اليوم. كما يمكنكم مشاهدة الرحلات السابقة بالضغط على إحدى الحلقات التالية.